أهلا بكم بموجز أخبار الجامعة المغربية على قناة كومبلوس ماروك تيفي. ترأس السيد سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين والبحث العلمي يوم أمس بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، وبحضور السيد عرفات عثمون الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمسؤولين المركزيين، جلسة عمل مع المسؤولين الجهويين لقطاع التكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات العمومية حول حصيلة تنزيل مشاريع القانون الإطار ووضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي لسنة 2021. ويأتي هذا اللقاء على هامش المحطة الرابعة من برنامج الزيارات التواصلية التي يقوم بها السيد الوزير لكل جهات المملكة، ولمشاركة لفريق طلبة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس سولار يوشن الممثل الوحيد للمغرب وإفريقيا في مسابقة ديكاتلون الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط، وهي مسابقة تشجع على الابتكار وتعزيز روح المقاولات لدى الشباب في أفق المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. طلبة مغاربة يستفيدون من منحة بآلاف الدولارات للدراسة بكندا، حيث أعلن المعهد العالي للدراسات العليا في التنمية المستدامة إيشاد من اختيار 13 طالب وطالبة للاستفادة من منحة دراسية تقدر قيمتها بمبلغ 50,000 دولار للطالب الواحد. مشروع رائد يستقطب الطلاب المغاربة إلى إسبانيا. تعتزم إسبانيا تنفيذ مشروع رائد مع المغرب لإفادة الطلاب المغاربة إلى الجامعات الإسبانية إلى جانب برامج تنموية في مسقط رأسهم، والذي سيتم تمويله بأموال أوروبية. يستهدف هذا البرنامج نحو 80 طالبا مغربيا، وتجدر الإشارة أن بإسبانيا يوجد نحو 100,000 طالب دولي، وهو ما يمثل 8% من عدد الطلاب الجامعيين بها. لليوم 170 على التوالي يواصل الطلبة الثلاث المطرودون اعتصامهم المفتوح أمام رئاسة جامعة ابن ظهر بأكادير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.